يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسأل عن الطلاق والرجعة. يقول رجل طلق زوجته طلقتين ثم قبل أن تنتهي العدة بيوم أو يومين أتى بشاهدين في البيت وكتب أنه أرجعها، فهل هذه تعد رجعة؟ يراجع المحكمة، يراجع القاضي، يعرض عليه الورقة أو يحضر الشاهدين والقاضي يشوف إن شاء الله. نعم. أو يذهب إلى دار الإفتاء. نعم.